رسالتي. لقد هبطنا بسلامة الله تعالى. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم مع ترك أحزمة المقاعد مربوطة حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتنطفئ إشارة ربط الأحزمة. قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية، كما يرجى أخذ الحذر عند فتح الخزانات العلوية نظرا لتحرك الأمتعة طوال الرحلة. شاكرين اختياركم العربية للطيران.